نبتدي الفقرة. مستوى الأهلي في لقاء وفاق ستيف الجزائري 10 من 10. إدارة موسيماني للأهلي في مباريات دوري الأبطال امتياز في أفريقيا، يعني 8 من 10. أداء الجنوب أفريقي بيرستاو أمام بطل الجزائر مذهل 10 من 10 واتمنى يستمر. 8 من 10 طبعا كان كويس كويس. قرار الزمالك بتكوين فريق الأمل في الفترة الحالية 10 من 10. 10 من 10. استبعاد الجهاز الفني لمحمد ونجم ورزاق سيسي في المباراة الأخيرة قرار 10 من 10، والاستبعاد كان بسبب ان ضعف لياقتهم البدنية والجهاز الفني طلب انهم يتمرنوا بدني كويس وعمل لهم برنامج بدني عشان يرجعوا اكثر قوة. لو زي ما عمرو بيقول كريب 10 من 10. طلب الجزائري طلب الجزائري المشاركة في مباراة الزمالك بسبب كأس العالم 10 من 10 لازم يشارك. 0 من 10 لازم يشارك عشان الزمالك مش عشان خاطر حلمه هو. تكليف حازم امام بركات باختيار المدير الفني للجبلايه. مدير فني للاتحاد للجبلايه. تمام. 10 من 10 طبعا. 10 من 10. تعاقد الاسماعيلي مع حمزه الجمل لتدريب الفريق 10 من 10 والنتيجه ظهرت كويسه وان شاء الله وكمان مع حسني عبد الرب. قرار متاخر جدا 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 بس 10 من 10 ومع حسني عبد الرب طبعا. تولي عبد الحميد بسيوني سموح 0 من 10. 10 من 10. تولي احمد سامي سيراميك 0 من 10. 10 من 10. 10 من 10 لان احمد سامي مدرب محدش يقدر يختلف انه مدرب كويس جدا. ومحدش يقدر انت ما تعرفش الداخلات في سموحه ايه معاه. في بعض مدربين بيبقى عايز يبدع ويعمل شغل معين بس لا ان النادي مش هيساعده. طب ما يشوف نفسه في مكان تاني يمكن اكثر استقرار واكثر مساعده. يشوف براحته كل اسبوعين يشوف له نادي. لا مش كل اسبوعين. لو في لائحه كلنا تعظيم سلام لكن ما فيش لائحه. اداره الاهلي الحاليه كام من 10؟ 100 من 10. اداره الزمالك الحاليه 10 من 10. رايك بقى النهارده في فوز النادي الاهلي على الزمالك؟ ضغوط كتير جدا على نادي الزمالك منذ وصوله. قطع التيار الكهربائي على التمرين بتاع الزمالك. ضغوط على نادي الزمالك كبيره جدا عشان يخسر المباراه. فبالتالي خسر المباراه هارد لك الزمالك. ده لا يقلل من الزمالك. سبعه فوز بالسوبر الافريقي قبل كده فده لا يقلل. ومبروك للنادي الاهلي. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي. بطوله مهمه جدا في توقيت مهم جدا. لسه النادي الاهلي خسران البطولات المحليه رجع افريقيا ما شاء الله. الانديه فرق النادي الاهلي في افريقيا حاجه تانية يعني بجد يعني. ومبروك وده بدايه الحصاد لجهاز فني جديد وان شاء الله يد الاهلي هتحرز البطولات السنه الجايه بشكل كبير جدا. وبشكر الاهلي والزمالك على الصوره الايجابيه جدا اللي قدموها باسم مصر في النيجر بشكل رائع جدا جدا وان هم ازاي اتوحدوا هناك وشرفوا مصر بجد وقتلوا كل الفتن اللي كانت بتتكلم على والتعصب بين الاهلي والزمالك. دي حقيقه. الحقيقه بشكر جدا لاعيبه الاهلي والزمالك على المظهر الحضاري والمشهد الرائع اللي دايما مش اول مره الحقيقه يظهروا بيه دايما بيظهروا بيه. استاذ عمرو شرفتني ونورتني. ربنا يخليك يا كابتن سيف بس اسمها الزمالك والاهلي مش الاهلي والزمالك. حاضر اللي تشوفه. استاذ علاء شرفتني ونورتني. ربنا يخليك يا كابتن سيف. انا بشكرك جدا البرنامج ده بجد يعني وش السعاده عليا وعلى النادي الاهلي. خدنا التسعة وخدنا العشرة وان شاء الله ال11 جاي ان شاء الله باذن الله. ال11 في الطريق ان شاء الله باذن الله. قول يا رب معانا. قول يا رب. طبعا طبعا. قول ان شاء الله. قول يا رب بس طبعا. امن يعني يا كابتن سيف انت يعني بشكركم جنتلمان الاعلام بشكركم شكرا جزيلا. اشوفكم ان شاء الله.